كان عمار أكبر ضحايا معركة صفين سنة 37 للهجرة، وكان عمره حين ذاك 94 سنة، وأدى قتله إلى توقف القتال. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة تركت طابعها عليه، قال: عمار تقتله الفئة الباغية. وإحنا أهل السنة والجماعة نعتقد أن الحق مع علي وأن الطرف الآخر لم يكن محقا. ترك مقتل عمار ألما وحزنا في نفوس المسلمين بمن فيهم خصومه، وظلوا جميعا يتذكرون خصال هذا الرجل العظيم الصابر المحتسب. كان عمار له سمت حسن، وكان حكيما لا ينطق إلا بحكمة، وكان معظم وقته يقضيه في التأمل. كثير من الملامح تجعل عمار بن ياسر الفارس الإداري السياسي الذي تحدث عنه الحديث أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وإذا كانت شخصية عمار بن ياسر هي شخصية الصابر المحتسب الذي انطلق من بيئة تعذب مستضعفيها، فإن هناك كثيرين من الصحابة يشتركون مع عمار في هذه الملامح، ومن بينهم عبد الله بن مسعود الذي تعرض لكثير من الأذى والتعذيب بعد إسلامه وصبر واحتسب رغم الضعف في جسمه وبنيته، وكان في الجاهلية مولا عند عقبة ابن أبي معيط يرعى له الأغنام. إسلامه هذا له أهمية كبيرة، لأنه لما عاد إلى سيده وأعطاه الأغنام انطلق مباشرة إلى مكة يسأل عن هذا النبي وعن هذا الرجل وعن صاحبه، فلما دلوه عليه وأعلن الإسلام وسرى نور الإسلام في قلبه، وإذا به يتحول إلى أعظم رجل يحمل القرآن الكريم في صدره. من أشد الصحابة تتبعا لسنن النبي سيدنا عبد الله بن مسعود، من أشد الصحابة، لو أن النبي مر هنا وجلس لابد أن يجلس عبد الله بن مسعود إن مر في نفس المكان، لو أن النبي سعل في هذا المكان لابد أن يسعى عبد الله بن مسعود في هذا المكان. واشتهر عبد الله بن مسعود بأنه من أكثر الصحابة حفظا لكتاب الله عز وجل. النبي كان يتمنى أمنية أن أحدا من الناس يسمع قريش القرآن. سيدنا عبد الله بن مسعود يسمع هذه الكلمة ويخرج ويقف عند الحجر الأسود أو عند مقام إبراهيم في قول ويأخذ يقرأ القرآن في قلب قريش، ويقرأ بصوت عال وكان جميل الصوت، حتى أن بعض الناس قالوا سحرهم قرآن محمد الذي يقرأه عبد الله بن مسعود. تجمع الناس العوام تجمعوا في أول الأمر وكأن على رؤوسهم الطير يسمعون من عبد الله بن مسعود، حتى جاء الصناديد، جاء أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان وعتبة وعقبة وشيبة وأخذوا وأثاروا الناس من حول عبد الله بن مسعود، وأخذوا يوجعونه ضربا شديدا شديدا، ولم يخرجه من بين أيديهم إلا أبو بكر رضي الله عنه. ولشدة اهتمامه بكتاب الله كان لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه دور كبير في جمع وتدوين القرآن الكريم عندما شكل أبو بكر لجنة لهذه الغاية. لما أرادوا أن يجمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق كان من الذين لهم دور واستعانوا بهم عبد الله بن مسعود، وما كان عندهم من صحف وما كان يحفظ في صدره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وعند
عندما تولى عمر الخلافة أرسل عبد الله بن مسعود مع عمار بن ياسر إلى الكوفة وقال في رسالة لأهلها: لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، وأصبح له هناك كثير من المريدين، وصار تأثيره كبيرا في الاجتهاد الفقهي الذي انطلق من الكوفة. كل مشاهد الآن وكل إنسان على وجه الأرض إذا أراد أن يعرف مدى فقه عبد الله بن مسعود فلينظر إلى فقه أبي حنيفة والحنفية على مدار الزمان، لأن الحنفية هذا المذهب المعروف في الفقه الإسلامي كله تربى في الكوفة على يد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولم يتوقف عبد الله بن مسعود عند حدود العلم والتعليم، بل شارك في الفتوحات في العراق وبلاد الشام، ومن أبرزها معركة اليرموك. من الأبطال أيضا في هذه المعركة سيدنا عبد الله بن مسعود، مع أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان من الفرسان والأبطال والصناديد ذوي البنية، إلا أنه اشترك في هذه المعركة. والاشتراك سيدنا عبد الله بن مسعود في هذه المعركة قيمة عظيمة، وهي قيمة وجود العالم بين إخوته وبين أمته وبين أقرانه. ثم شارك ابن مسعود إلى جانب أبي عبيدة وخالد بن الوليد في فتوح الشام، وكان من بين الفاتحين الذين دخلوا مدينة حمص. نحن في مدينة حمص القديمة، هذه المدينة التي افتتحها القائد خالد بن الوليد. نحن في المدينة القديمة في منطقة باب هود من حمص القديمة العتيقة. الآن نصل إلى مسجد الروايات الشعبية تقول أنه يسمى باسم الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أول صادح بالإسلام. سندخل إلى بهو المسجد. يسمى الجامع باسم عبد الله بن مسعود. ورغم عدم وجود مقام أو أثر لعبد الله بن مسعود هنا، فإن إطلاق اسمه على هذا المسجد منذ القدم يشكل شاهدا على مشاركته في فتح مدينة حمص. هذه المدينة ضمت رفات كثير من الصحابة، بلغوا أكثر من 600 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك موروث شعبي أن المساجد تسمى بأسماء الصحابة وبأسماء الفاتحين وبأسماء أصحاب القرآن. هم المهاجرون والأنصار. وفي أواخر خلافة عثمان سنة 32 للهجرة قدم عبد الله بن مسعود إلى المدينة المنورة، وشاءت إرادة الله أن تخرج فيها أنفاسه الأخيرة ليدفن في البقيع إلى جانب الألوف من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. هم من تاب الله عليهم. مقبرة البقيع كما تعلمون جميعا من المقابر المهمة جدا في حياة المسلمين والصحابة بالذات، ويقال أنه مدفون فيها 10,000 صحابي، وهذه أخبار قد يعني تكون مؤكدة. من أعظم الصحابة الذين دفنوا في هذه المقبرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، دفن فيها الكثير الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه مقبرة البقيع، إذا قدمت إلى المدينة فزرها وسلم عليها، ففيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 صحابي في مقبرة البقيع.
عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر بينهما كثير من الأمور المشتركة، سواء في صبرهما واحتسابهما أو في خدمتهما لكتاب الله وسنة رسوله. ولذلك لم يكن غريبا أن يبعثهما عمر بن الخطاب معا إلى الكوفة لترسيخ قواعد هذا الدين في الأقاليم الجديدة. رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا وأرضاهم. اللهم ارضى